خلينا نشوف خبر هرقل شوي راح نتكلم عنه اليوم، ناخذ قصته، منو هو، شنو هو، ويمكن ما نستغرق في قصته، يعني ما نقدر نخلصها اليوم، نرجع بعدين البحث في هذا المجال إلى جلسة أخرى. يقول في كتب السيرة أنه بعد أن تم صلح الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وآله بما فتح الله عليه، فعندئذ كتب إلى الملوك من العرب والعجم ورؤساء القبائل والأساقفة والمرازبة، مرازبة جمع مرزبان، والمرزبان هو السيد من الفرس، يعني كلمة فارسية معربة، فاللي يكون مو ملك أقل من الملك، من يعني الملاك الكبار، من شخصيات الكبيرة يسمونه مرزبان، وغيرهم يدعوهم إلى الله تعالى وإلى الإسلام، وممن أرسل إليهم هرقل إمبراطور الروم. وبالتالي يقولون في ضمن هذه المراسلة أعلن إسلامه لما راسل النبي. الرواية العام تناولنا إحنا جزء منها، اليوم إحنا نبي نتكلم يعني عن هرقل نفسه، هذا منه وشنو قصة إسلامه، هل هي صحيحة مو صحيحة، نشوفها بعدين إن شاء الله. خلينا نشوف منه هذا هرقل الروم. أنا حتى أعرف بالضبط منه هرقل، لأن المصادر الإسلامية ما تتكلم منه هو، شنو اسمه، هل هذا اسم ولا لقب، لأن هرقل شخصية معروفة أسطورية عند اليونان، بحيث أنه هو كان بطل خارق للعادة، وأيضا كان نص إله ونص إنسان إلى آخره. فبالتالي كانوا يعني الروم يسمون عيالهم باسم هرقل أو يكون كلقب. فبالتالي بغيت أعرف أن هذا اسمه، لقبه، منو هو، متى عاش، متى مات، ايش سوى، ايش ما سوى، هل اللي موجود في النصوص التاريخية الإسلامية هل هو صحيح ولا أكو في خلل معين من الرواة والمحدثين. فاضطريت أرجع إلى ويل ديورنت، كتابه قصة الحضارة، وهو يستعرض الفترة الزمنية اللي كانت معاصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي تبين منها هكذا المعلومات اللي حصلت عليها كالتالي. كانت الإمبراطورية الرومانية في النصف الثاني من القرن السادس، يعني سنة 500 وشيء، النبي مولود سنة 570 ميلادية، 570، فيعني بهالفترة الزمنية، تتعرض لهجمات من الفرس والآفار والصقالبة. آفار هذا جزء من أوروبا، والصقالبة جزء من أوروبا اللي هم صوب بولندا وصوب بلغاريا وذيلا. كما تفشى فيها الطاعون والثورات، فالوضع كان سيء في بلاد الروم. في بدايات القرن السابع الميلادي، يعني 600 وشيء، كان فوقس هو إمبراطور الروم، والذي قام بنقل الجيش البيزنطي كله إلى آسيا لمواجهة الفرس. كل جيش الرومي البيزنطي اللي هو اسطنبول الحين، بيزنطة كان اسمها، بعدين صار اسمها القسطنطينية نسبة إلى قسطنطين، فبعدين صارت اسطنبول أو اسلامبول. فنقل الجيش البيزنطي هذا اللي يعني روم الشرقية، نقل الجيش كله إلى آسيا صوب بلاد الشام لمواجهة الفرس، ولكنه خسر معاركه معهم. استغاث أشراف العاصمة القسطنطينية بهرقل. هني هذه الكبارية القسطنطينية كانت عاصمة، العاصمة الشرقية لبلاد الروم، وفي إيطاليا روما كانت العاصمة الغربية. فكان اللي موجودين في العاصمة الشرقية اللي هم القسطنطينية يعني اسطنبول، هذيل راسلوا إمبراطور أفريقيا، إمبراطور أفريقيا يوناني الجنسية، وأفريقيا كانت تحت سيطرتهم. ولما نقول أفريقيا مو قصدنا كل أفريقيا، قصدهم الشمال الأفريقي، تونس، جزائر، هذا شيء، مغرب، هذا أفريقيا، صوب ليبيا. إمبراطور أفريقيا اليوناني الأصل، ودعوه لينقذ الإمبراطورية. هذا هرقل، اسمه هرقل، اعتذر، قال لهم أنا ما أقدر، كبير بالسن وما بأطلع من هني وما عندي غرض، وأرسل بدلا عنه ابنه الذي يحمل نفس الاسم. إذن فعلا هو اسمه هرقل ابن هرقل، فهو اسم مو لقب، اسمه هرقل. بعث وتم خلع الإمبراطور السابق اللي هو فوقس، خلعه منه، خلعه الإمبراطور الجديد الشاب، وأعلن نفسه إمبراطور سنة 610 ميلادية. استمرت الانتصارات الفارسية حتى بعد ما استلم هذا الحكم
أيضا صارت مواجهات واستمرت الانتصارات الفارسية، غلبت الروم في أدنى الأرض. هذا تتكلم عن هذه المواجهات، غلبت الروم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، بشارة إن راح يصير هذا، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إنزين، حتى استولوا الفرس على القدس ومصر، وصلوا لها الحدود، كما استولى الآفار على أراضي كثيرة قريبة من القسطنطينية. هني بدأ عاد يتخذ إجراءات هذا هرقل، صالح مع الآفار، وبدأ بعد ما صالح الآفار ونظم أموره وجيشه وكذا، بدأ هجوم جديد وزحف لقتال الفرس وانتصر عليهم عدة مرات. هذه اللي تحققت خلال 6 سنوات، هذه اللي تحققت من خلالها يعني النبوءة أو الإخبار اللي كان موجود في السورة، في سورة الروم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني أقل من 10 سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هرقل هذا هو نفس الذي راسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهده أيضا حصلت الفتوحات الإسلامية وانتصر المسلمون على جيش الروم اللي كان أيضا هو الإمبراطور اللي هو يحكم بلاد الروم نفسه هرقل، وتوفى سنة 641 ميلادية وليس هجرية، توفي لاحقا سنة 641. إذن عرفنا منه هرقل هذا، الآن نشوف شنو قصته مع الإسلام، هذا نخلوه إن شاء الله نتحدث عنه في جلسة منفصلة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.